بعد أسبوع من الترويج للحملة الانتخابية الجديدة لنقابة الفنانين السوريين، أقامت النقابة يوم الأحد 23 شباط انتخابات عن فرع دمشق بقاعة 7 نيسان. الجلسة بدأت باعتراض الأعضاء على قراءة التقرير المالي للنقابة ورفض قيام اللجنة بتفقد لقائمة أعضاء النقابة البالغ عددهم 830 شخص لمعرفة مين حضر ومين ما حضر. المفروض المجلس والنقيب يسهلوا العملية الانتخابية، يجي الفنان ينتخب ويمشي. نحن بانتخابات الرئاسة اللي هي رئاسة ننزل ننتخب ونمشي، فبالتالي هاي الإجراءات ما كان لها يعني ضرورة، لأنه العالم عنده أشغال، العالم متلهفة على العملية الانتخابية وجاية تنتخب. لكن هذا الشيء ما أثر على الأجواء الإيجابية اللي كانت طاغية خلال فترة الانتخاب ويلي شهدت حضور عدد كبير من الفنانين، فكان عدد المنتخبين لهالسنة أكبر عدد بتاريخ النقابة، وبلغ عدد النقابيين يلي أدلوا بصوتهم 358 صوت. فحبينا نعرف رأي المنتخبين بقائمة المرشحين ومطالبهم للنقيب الجديد. مطالباتي إنه الله يصبرهم ويعينهم على المعركة اللي حيخوضوها بالنقابة لإصلاح بعض الأمور. النقيب الجديد هو لازم يكون حامل مشروع للنقابة، في مطالب لفنانين وفي حقوق لفنانين يستحقوا أن يعيشوا بكرامة وما يحتاجوا يمدوا إيدهم. يعني مو رسالتي هي، هذا واجب النقابة أنه تضمن حقوق الفنانين النقابيين. قائمة المرشحين يعني فيها ناس جديرين الحقيقة وفيها ناس بالحل الوسط، فكل واحد بيشوف وجهة نظره، يعني هي وجهة نظر، يعني أنا مين اللي بنتخبه ومين بشوفه أجدر. نحن الفنانين يعني مطالبنا مثل ما هي كل سنة منقولها وكل انتخابات منقولها، ما راح يتجدد شيء، بس أكيد الشباب في لهم شيء تاني، يعني شيء ما بتعلق بالتشغيل، شيء بتعلق بالتوصيل، شيء بتعلق بالتوثيق، شيء يعني كتير. كل إنسان اترشح أو قدم للترشيح معناته فيه خير، فيه بذرة خير، إنه هو حابب يعمل شيء للنقابة. لازم اللي بينجح يعمل اجتماع للفنانين، يجتمع مع الفنانين يشوف آرائهم، يعني ما يهملوا الفنان. يعني إحنا النقابة قديش انتخبنا على الفاضي، ما استفدنا شيء. مفروض يعملوا كل شهرين ثلاثة شيء دوري. نحن بدنا ناس تشتغل، بدنا ناس تفعل النقابة، تعمل شيء بالنقابة، شيء جديد بصراحة. سابقا ما كنا كتير نهتم بالانتخابات، معلش بصراحة كانت الانتخابات بالنسبة لنا روتين عادي. هاي المرة لا، جايين ومنعرف مين بدنا ومنعرف مين بده يشتغل. يعني نحن منعرف الدراميين كلياتهم والموسيقيين، ففعلا نحن جايين نختار ناس تقدر تعمل شيء للمستقبل لنا وحتى لأولادنا. هلأ النقابة كتير مهم تأسس شركة إنتاج، يعني ليش ما تأسس، تصير عملية استثمارية تنشط تضبط العملية الدرامية بسوريا حتى هي تكون لها علاقة مباشرة مع الشركات. استمرار الحضور للدقائق الأخيرة من إغلاق الصناديق أجبر اللجنة على تأخير عملية الفرز لتبدأ بحوالي الساعة 3:30 بعد التأكد من مطابقة عدد المنتخبين مع البطاقات الموجودة بالصندوق. ولكن تمادر غانم أحد المرشحين لمجلس الفرع ويلي كان من الواضح أنه بتحظى بشعبية واسعة بين زملائه، حبت توجه رسالة لكل الحضور بعد ما سمعت كلام استفزها قبل بدء عملية الفرز. لهيك حبينا نعرف من تمادر شو يلي صار. اللي صار انه في مرشحين، انا يعني دائما كنت قلن يا جماعه اشتغلوا على المحبه، ما تشتغل على شيء ثاني وعود، بدي شغلك بدي اعمل شيء ما بعرف شو، اشتغل انت ك يعني فنان بالنقابه مرشح، اشتغل كمرشح. هنو نعولوا الكل على تمادر غانم تنجحهم. انا ما بقدر نجح 35 وما بقدر نجح 23، انا بقدر نجح حالي مع مجموعه تكون، اذا في مجموعه عم يشتغلوا على حالهم. انا اللي شفتهم اسماء عم تطلع، يمكن هنو شغالين على حالهم، كانت انتخابات او كانت الناس بتحبهم، كلهم عم يلومني انه انا لولاك ما عملتي قوائم. انا ما عملت قوائم، انا قلت لهم فوتوا باشخاص. دائما كنت لهم بس يكون في قوائم معناتها في خرق، معناتها ما راح تنجح القصاص. فوتوا كأشخاص، فوت أنت كاسمك. وأنا اللي شفتي يعني اسمي ما أنا موجود بورقة واحدة بكل القوائم، فأنا كيف بدي لحق على 1000 قائمة يشتغل. ومن الساعات الأولى لعملية الفرز اللي استمرت لست ساعات كانت النتيجة شبه محسومة، فأغلبية الأصوات كانت عم تتوجه لعدد من المرشحين يلي كانوا عم يباركوا لبعضهم قبل الانتهاء من عد الأصوات. لتنتهي عملية فرز الأصوات الساعة 8:30 باختيار 5 أعضاء لمجلس فرع دمشق من 23 عضو مرشح،
وعشر أعضاء متممين للمؤتمر العام من أصل 35 عضو. كاميرا كيو ميديا كانت متواجدة لحظة إعلان النتائج والتقت بعدد من الفائزين لمعرفة تعليقهم الأول على فوزهم بالمرحلة الأولى من الانتخابات. الرضا تبعي كان بأنه نحن مجموعتنا كاملة 15 زميل وزميلة، 5 لمجلس الفرع و10 أعضاء مؤتمر متممين، ال15 نجحوا وجابوا أعلى الأصوات. سعادتي ما بتنوصف، كنا كلياتنا ايد واحدة قلب واحد، وكلياتنا واضح محبة الزملاء والزميلات اللي اجوا وانتخبونا بكامل ارادتهم، مثل ما نكون شايفين بصناديق يعني مختومة وبغرف سرية ما حدا بيتدخل فيها. فهذا بيعكس شيء واحد بس، انه زميلاتنا وزملائنا بنقابة الفنانين حابين التغيير، حابين انه يرجعوا يلتموا بشكل حميمي تحت سقف نقابتهم اللي هي بيتهم. هلا مبسوطه كثير، مبسوطه كثير، مو بس بي انا اني فزت، لانه نحن اشتغلنا كفريق وفزنا كلنا كفريق، كلنا نحن ولو بهي المرحلة انه قدرنا نعمل مثل مثال، وانه عن العمل التعاوني والتشاركي وقدرنا نحصل على هاي النتيجة، وثقة اصدقائنا والفنانين ورفقاتنا والناس اللي الناس القائمين اصلا على العملية الفنية، فهذا شيء كثير بفرحين، ولتكن هي بحصب ببركة راكدة. يعني بدي اقول الحمد لله وشكرا لكل الناس اللي لبت دعوة واجت. اليوم حضر 358 شخص انتخبوا، وهذا رقم يعني جديد على نقابة الفنانين بفرع دمشق انه يجي هذا الرقم الكبير. عادة بيجي 150-200 شخص. بتصور انه السوشيال ميديا هي الانتخابات عملت شغلة كتير، الناس تفاعلوا معنا بغض النظر كانوا نقابيين او مواطنين عاديين يعني لا يتبعوا نقابة الفنانين. كتير كل العالم تفاعلت معنا وكل العالم تمنت انه تيجي وتنتخب، ومع هيك الرقم اللي اجى كتير رقم كبير، وهذا بدل انه كل العالم معنا بالرسالة اللي نحن عم نقولها انه حان وقت التغيير.